هذا السيجنتشر بلاك سنيك سكن يوسف 218 المفضل. ونشوف الفالكو الاساسي اعتقد هذا صح؟ اي السكن الاساسي. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول جيم عندنا على سمول باتل فيلد. عاده الماتش اب هذا بصراحه يعني شويه سلو لان فالكو يقدر ياخذ راحته مع الليزرز كبوكس، في حين ان سنيك يقدر يدخل عليه باريحيه بسبب الهيت بوكسات الكبيره، سبرايز داش اتاك، ستيج كنترول في البومبز. حتى وان كان عند فالكو شاينز يظل عنده دامج اوتبوت اكبر كثير من فول سكرين، يعني بالنسبه حق فالكو لازم يكون قريب عشان يحصل الكمبوات الخطره جدا. يذبحه اوبا اوكي خطره جدا، ما راح يقدر يبدا نير ثانيه. لا اي بالضبط انا هذا كنت خايف منه. اوكي سو اللي صار توه شنو؟ انه يعني نوعا ما شويه زجر حاول انه يحصل الدبل ديب لكن صعبه جدا لانه ممكن ينتحر معه. بالمقابل طبعا لما يكون قريب منه فريمات سنيك شويه تساعده انه يحصل شغلات، يعني خلينا نقول اذروايز الشخصيات الثانيه ما تقدر تسويها. يعني مثلا داونير بعد الباري فريم 7 تقريبا، جامب سكوات 3 فريمز سوري فريم 6 لان جامب سكوات 3 فريمز وعندك الداونير اصلا 3 فريمز، فتصير ترو بانش على اشياء كثيره ممكن يسويها فالكو والدمج اوتبوت جدا عالي. بالمقابل لو زجر قدر يحصل ترو كامبو راح يدمج يوسف 280 بشكل مو طبيعي. داونير شويه لك عليه كان بانشبل باي جراب يحصل الباك ثرو، وهذا الوقت اللي سنيك يكون قمه الراحه ضد السبيسيات لما يكونون برا الستيج ما يحتاج يتعامل مع الشنانجنز اللي موجوده عندهم ويحط لك الافخاخ والست ابس كلها. درفت باك شويه بالفورودير الملتي هيت الجبار جدا، شويه نوعا ما زجر طمعان بالداونيرز، يعني ممكن مثلا يحصل ضربات روهت افضل بس احس انه شويه يعني صار تنل فيجند على مساله انه ابي اجيب الدب. اوكي هني الدب كانت حلوه لكن ريليس سريع جدا من يوسف 280 لما سوى له ابروتش ابتلتات شغاله نو فلايت زون ولا تقرب مني والهيت بوكسات شغاله على طول. حاول يحصل الستيكي ولكن باري حق السايتلت وضع زجر حاليا خطر، يعني زجر حاليا حتى لو يحصل الابتلت من نص الستيج انا متاكد هذه ما راح تذبح. اي ما راح يموت منها فحاليا يحاول يرجع. ويا سلام الاجريسيف فوروردير يوسف 280 سيجنتشر على طول تاخذ له الستوك. يعني عموما زجر ما خسر البرسنت سوري الستوك الثاني مثلا نقول من ايرلي برسنت، بالذات ان سنيك يعني معروف ان نوك باك الداونير هذا جبار جدا ولكن ما تبخر مثلا نقول من 30% تبخر على 100 وشويه زياده، فيعني الى حد ما راح تفرق صراحه ذاك الفرق. الاب اير تاخذ الكل لان سنيك من الشخصيات اللي يشتغل عليها الكمبو هذا لمده طويله اللي هو الابتل كونفيرم. طبعا الحين لازم هذا الوقت اللي يكون فيه زجر حذر لان لما تسوي كمبواتك على سنيك تبي تدخله تمبل بحيث انه ما يقدر يسحب البومب لان البومب فريم 1، وبالمقابل لما تاخذ من البومب بالضبط بتحذف البومب على كذي على طول. الليزر راح يكون بس مجرد دمج. هل في تكمله؟ للاسف ما كان جاهز بالجقل لتحت. يحصل الرول ان اب تلت يوسف 280. يوسف 280 مرتاح حاليا، الاب سماش موجوده، الداون بي موجوده، والاب تلت موجوده، تاخذ الجيم الاول. بدايه كانت يعني امانه شويه هاديه بس حسيت زجر وايد صار تنل فيشند على موضوع الداونير هذه. يعني كان عنده الليد ووضع يوسف 280 برا الستيج. ما نقول الستوك لي طبعا او البرسنت لي بس نقصد ان البوزيشنينج كان ممتاز حقه انه يقدر على الاقل يحلب السيتويشن هذا حق 60% 80%، ولكن لانه طمع في الداونيرز انقلبت الموازين بعدين من وراها نوعا ما خلينا نقول يوسف 280 انطلق بالكره. فهمتوا شو اقصد؟ فالحين الستيج الثاني شكلنا راح نروح حق سماشفيل. اللي اسمعه انا ان هالستيج ممتاز حق سنيك بس انا اعتقد ان فكره زجر انه يبي يكون قريب من سنيك بحيث انه ما يقدر يحصل فولو ابات كثيره، ناهينا ان الدراج دانز راح تشتغل افضل على هالستيج. ولكن هل البومب فريم 1 راح تكون ممتازه في الدراج دانز هذه ولا لا؟ هذا الفاكتور اللي احنا نبي نشيك عليه ونشوف الستيج. طبعا ورا شغال حق ابو حنان بعد شوي اليوم السبت راح يجيكم خالد الملا ديروا بالكم. داونير اوت اوف شيلد الفورت ماش اتوقع بالغلط ولكن ما يخالف كان بوزيشنينج ممتاز جدا، خد عليها تقريبا جم 20% 30% و 80% الحين تقريبا باول 20 ثانيه، يعني زجر وضع شويه خطر. حلو الديليت جت اباتاك يا سلام النيوترال اير طمع فيها طمع فيها ما يخالف ما راحت عليه. 62% ترى جدا ممتاز حق زجر لانه حاليا ممكن دراج فيها دراج داون حق وات ايفر. اوكي حلوه فيها باكير بوشها يحصل الباكير الثانيه، هذا الحين على قولتهم مومنت اوف تروث. بس احس الفرق الكبير يعني بصراحه في ما بين خلينا نقول مثلا الست هذا واي ست ثاني اوكي 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 صرف دبل جمبه وراح بعيد في السايد بي ما كانت كفايه عشان يرجع. ولكن الكي فاكتور حاليا اللي نوعا ما قاعد يخسر زجر في الانتراكشنات هذه هي انه ما قاعد يصيد يوسف 280 عدل في اللاندنجز. اصطياد سنيك وقت اللاندنج من اهم الاشياء اللي ممكن تسويها، اذا حسيت وضعك خطر، عنده بي ريفرس، ممكن يستخدم اير دوج شغله معينه، لازم تكون انت على الارض في بوزيشننج معين انت تقدر تكون جاهز بالضبط، تصيد الاير دوج، تصيد الاجريسيف فورورد اير، الاجريسيف مثلا باكير لما يصير فيها درفت وحاله ينزل عليك.
الترايدات هذه ما تكون من صالحك. ليش؟ لان الاستريت من سنيك راح تذبحك، بس انت استريت منك ما راح يذبحها مثل ما هو يقدر ياذيك، سواء بتلتات ارضيه، باك ثرو بهاي بيرسنت، داون ثرو كونفيرمز، استري اف تلت فريم 4، هالوضع هذا راح يكون خطر عليك. والداون ثرو طبعا ضربت من ورا، لان تدرون سنيك يعني يحتاج انه يكون هو بكبره، هو الهيت بوكس. يعني انا اتوقع ان الهيت بوكس يطق بسنيك، الهيت بوكس يمسك سنيك ويرن فيه، كذي وضع اللعب. اوكي، الجيم صراحه جدا متقارب، يعني امانه مقارنه بالجيم اللي فات حلوه. استخدام يوسف 280 الصراحه حق النيكيتا في الفتره الاخيره جدا جميل، وطبعا نيكيتا مرتاح في الكل باور، تذبح الجهه الثانيه وكاز واي نوت. امانه اداء جدا ممتاز من يوسف 280، بوزيشنينج ممتاز حق البومز وكل شيء، بس احس انه شويه نوعا ما زجر بدا يلحق على شغلات معينه عند يوسف 280 بالذات من ناحيه الديس ادفانتج. التريدات طبعا من صالح يوسف 280 على الاخر، وهذه لعبته كسنيك مين، هو عارف شلون يلعب تحت السكرامبلز في النيوترال مرتاح. السلام عليك المكسب الجميع، عشان لو حاول يسوي باري او يسوي اوت اوف شيلد، حاول يسوي شاين يعكس الاب سماش، لكن ما كانت كفايه. داون تلت عشان يحش ريوله، ولكن ما كانت كفايه عشان تاخذ الستوك. طبعا من نقاط ضعف فالكو الاساسيه ان لما تطلع من رينج اب تلت باك اير او اب تلت نيوترال اير، راح يضطر يستخدم يعني خلينا نقول روهت عشان يذبحك، لان جنبه جدا عالي، بوزيشنينج باك اير شويه صعب، ما هو مثل وولف او فوكس، و التلتات الثانيه ما فيها الكل باور الكافي ان تذبح سوبر ايرلي، يعني خلينا نقول في الاوكورد بيرسنت مثل 130% ولا 140%، فينحط في سيتويشن انه يضطر انه يقطويها عليك ياكل دمج، ونهايه الدمج هذا نهايه الجيم مثل ما انتهى توه بانه حاول يسوي ابروتش واكل اب تلت تو ذا فيس. اثنين صفر لصالح يوسف 280. يوسف 280 مريح مروق، الامور طيبه، عنده ليد 2 جيمز، حتى لو يخسر جيم واحد الحين يقدر يسوي ادابت، يقدر يضبط اموره كل شيء. خلينا نشوف الحين زجر شو اللي راح يسوي. شكل الزجر قاعد يستدعي قوه الكوما، قاعد يستدعي الدبدوب. دبدوب عطني قوتك، عطنا شويه هامور، ابي صبور على صماخ، ابي زفره تطلع، ابي شيء، ابي اسلم على سنيك ريحته خايسه، ريحته سوق المباركيه. يا سلام لابتلتات والحركات، لا 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 لا، نداء لقاعده الديجيتال، كوما طلع مستحيل دمجه 70%، ايش قاعد يصير؟ انقلبت الموازين وتغير كل شيء. يوسف 280 حاليا كلاله 70% 80%، زجر عليه صفر، يا سلام زيرو تو ديث من زجر، شو اللي قاعد يصير؟ لا 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 لا، من الاول ناد كوما، شو السالفه؟ يا شاه بندر ماته يا عمي، لا يا عمي هداك بس عدانه وحركات وما ادري شنو. خربت ويا زجر، خربت ويا زجر، سحقا لك يا بنك الاهلي. يا سلام يا سلام، لا صراحة أداء مبدع، بس بالمقابل طبعا هذا يوسف 280 يعني من أحسن لعيبة البلد، فعادي عنده أنه يرد الجيم، لكن هو محتاج خلينا نقول النيوترال وين الواحد هذا اللي يطلع زجر فيه برا الستيج، علشان أنه أي وقت وصل النيوترال اكسينج الحين يخليه يرد الستيج ولا لا، هذا سؤالي الكبير. حلوة جدا، داش أتاك على السايد بي، والنيكيتا تي ما هي كفاية، الأب سماش موجودة، وضعه بالسليم، هذا الوضع اللي يكون فيه سنيك مرتاح. ولكن حبيبي أب تلت باكير ريكفري ممتاز جدا من زجر، يرجع الستيج على السريع بالسايد بي، ها دان ثرو ويصيد الرول ان. حبيبي وين رايح؟ يلقم له اب تلت على 120%، بس طبعا يوسف 280 كان عليه حاليا 90%، عادي يموت من الباكير. اب تلت باكير كانت حده حده، لو بيكسل شويه على اليسار كان راح يموت 100%. بومب حق فوروردير حق اب تلت، والله يوسف 280 لا يهتم، ولكن زجر يرد عليه، حبيبي ما تهتم، ما تهتم باك، اطجني اطجك، العين بالعين والطج بالطج، والبادي اظلم. حلو 90% على زجر حاليا، ممكن يموت من ابتلت الصراحه مثلا من بلاتفورم، ما ادري على الارض، يعني على الارض اتوقع ممكن يعني لازم مثلا دي اي سيء ولا شيء، بس يعني وضعه بالسليم. زجر يرجع خطوتين لورا، وهذا ترى الشيء اللي يبيه يوسف 280. يا ساتر وهو قاعد يطقه كان تيني كيت خدوعه، عبالك تطج بابا. والجاجلز بالاب ايرات والحركات الطيبه والسواليف الحلوه، يعني حاول يوسف 280 شوي شوي يرجع. هذه شغله صراحه يوسف 280 سواها ضدي، حتى انا من ساعه قاعد العب ضده في البراكت، انه يصبر على راحته، يهدي اللعب غصب طيب. وطبعا هالشيء هذا نفع معاه، انه ما دش اجريسيف، ما حاول انه ياخذ النيوترال اكسشينج بالقوه، انما اخذ بوزيشننج ممتاز، لقى فرصته، حصل الداون سماش الجميل عشان ياخذ الستوك، واحنا حاليا متعادلين تقريبا، بيصير عند الليد يوسف 280 ياب الكمباك من بعد زيرو تو ديث، اداء جدا ممتاز فعلا، شيء يدلك على واحد يعني ما شاء الله كاليبر توب 5 بالكويت، يعني ريال صراحه فنان واداء جدا ممتاز. حلوه منه الداون تلتات والسبيسنج، وزجر ما يبي هالجيم يضيع منه، وهو عارف ان هالست هذا حاليا راح ينتهي اذا اعطى اكسشينج معفن. اوكي 60% حلو، حصل الاب ثرو حق الباكير، والله باك اند فورث الجيم جدا قريب، عكس البدايه اللي كانت يعني مثل ما نقول جدا اجريسيف من الطرفين، نشوف نيوترال بلاي كلين جدا من الاثنين، شغالين على راحتهم، كل واحد يحذف اغراضه قرطاسيه،
ومرتاحين ما في كمتمت من الاثنين. نيوترال اريا فلت من الملتي هيتات. داون تلت حق الاب تلت قاعد يحشي شيلده وش والبومب موجود كان جاهز عشان يحصل القراب، ولكن رياكشن جميل جدا من زجر. زجر يحاول يحصل فوتستول رو. لا 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 خطير يا زجر، كانت محاولة حلوة لو شفتوا انتو حاول يسويها، وشفنا الاير دوج الجانبي ولكن ما كان كفاية. والوضع حاليا خطر، الوضع خطر. اغريسيف اب تلت ينمسك. اوكي الروهة الحين راح يذبح. صاد الدبل جمب، صاد الدبل جمب. اوه والاغريسيف باكير يرجع الستيج. لابي يا ساتر يا ساتر. اوه عده عده نيكيتا، نيكيتا بس عفست الدنيا. بعدين بعدها السايفر. نيكيتا انقذيني نيكيتا. ويتبخر زجر بعد محاولة ممتازة جدا. وزيرو تو ديث كم باك اسطوري من يوسف توات ياخذها 3-0. تعرف الحين راح يجيك زجر يقول لك ات واز 3 اوبر ات واز كلوز.